قبل ما نهاوند تقفل الصفحه وتتكلم عن ماتش الاياب، معلش نتكلم سريعا حتى رؤيتك بس لماتش الذهاب، لانه كان ماتش استثنائي على اصعده عده الحقيقه، فانت قراءتك للماتش ده كانت عامله ازاي؟ كيف رايت هذه المباراه؟ في البدايه هي نتيجه عظيمه جدا انك تحقق الفوز على الترجي في ملعبه بنتيجه 3-0، دي نتيجه كبيره جدا. البعض من جمهور النادي الاهلي كان يامل ان النتيجه تكون اكتر، احنا بطبعنا اكتر ده حلو كده، يعني طمعين، بس طمعين في الخير يعني. ولكن الحمد لله طبعا نتيجه كويسه جدا، يعني الاهلي قطع خطوه كبيره جدا نحو الفاينل ان شاء الله، ان شاء الله يحققوا. عايز بس اقول حاجه قبل برضو ما نقفل الصفحه، كان في كلام بيتقال نوع من السخريه احيانا، نوع من التريقه احيانا، ان لولا ركله جزاء اظهر الطاهر ما كانش النادي الاهلي تاهل والكلام ده. طيب ما لولا ان محمد هاني اضاع ركله قدام صن داونز ما كان الاهلي تاهل مثلا، وكان تاهل اول، يعني لان لو حضراتكم رجعتوا لترتيب المجموعه هتلاقوا ان الفارق كان 3 نقاط لصالح صن داونز. أيوه. يعني 13 نقطه والاهلي 10. طيب لو الاهلي كان فاز كان الاهلي هو اللي هيتفوق بنقطه على صن داونز ويتاهل اول، وكنا هنلعب الفاينل الاياب في القاهره. أيوه. يعني ده بس رد، يعني ايه حبيت ارد ورد لطيف جدا ومهذب وواقعي. صح. دي حقيقه، يعني انت بتقول هم ضيعوا ضربه جزاء او اطهر ضيع ضربه جزاء، طب محمد هاني ضيع ضربه جزاء وقدام صن داونز نفس الفريق برضه. بس ليه في ناس بتبقى قاعده للسقطه واللقطه، يعني سايبه الحدث نفسه وتمسك في اي ديل؟ ما لقوش في الورد عيب يا سيدي، يعني لازم فكره ان انا هعكنن عليك، انت ازاي بتفرح، انت ازاي جامد كده، انت ازاي بتكسب اي حد، فلازم اخلق لك حظ، تحكيم، مؤامرات كونيه، اي حاجه بتحصل في اي حاجه، المهم ان انا اطلع اقول ده. وعلى فكره يعني على مدار التاريخ ده بيحصل، الاهلي يبقى عنده اسطوره زي محمود الخطيب احسن او احرف لاعب في مصر، لا ده كذا احرف منه، وكذا ده مش شرط يكون من النادي كذا، لا يبقى من حاجه تانية. ايه ده محمود الخطيب ما ينفعش يبقى هو احسن لاعب في تاريخ مصر، اي حد تاني، فكره ان انا ضايقك وخلاص. بس كانت وتيره الحاجات دي اقل بكتير بالمقارنه دلوقتي، وبالذات لان كان زمان مفيش مبدئيا كده السوشيال ميديا اللي هي خاربه الدنيا على كل المستويات. اولا عشان السوشيال ميديا، ثانيا عشان كانت العقليات ساعتها فعلا كانت بتقيم الامور بنصابها الصحيح، بتحطها في الوضع الصحيح، وكان المنطق حاضر بالظبط. اذا سالت اكبر نجوم الزمالك والاسماعيلي والمقاولين والمصري والاتحاد وكل فرق مصر مين افضل لاعب في تاريخ مصر، هيقولوا لك كابتن محمود الخطيب، هم اللي هيقولوا النجوم الكبيره. أيوه. وليس الجمهور فقط، انما الجمهور الصغير ده لا، ده سين من اللعيبه احسن، ده صاد بيعمل اسيست اكتر من كابتن كذا في النادي الاهلي. يا حبيبي انت بتحسبها ازاي؟ احسبها بعدد مباريات، احسبها بنتيجه فعليه داخل الملعب، مش شرط ان انا اكون انا اخر واحد عمل تمريره انا صاحب الاسيست، لا هي النادي الاهلي نادي جماعي بيعمل منظومه جماعيه، منظومه اللعب قايمه على الفريق مش قايمه على النجم الاوحد.